أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح أن تاريخ العمل الخيري الكويتي بلغ الأفاق بسيرته العطرة من خلال أدائه وأفكاره ومقترحاته ومبادراته المتميزة، واصفاً إياه بالوجه المشرق للبلاد. جاء ذلك على هامش الحفل الختامي لجائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري في دورته الرابعة بتنظيم من اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وحضور عدد من الجهات الإنسانية من داخل وخارج البلاد. وأضاف الوزير أن الجائزة تسعى للنهوض بالعمل الخيري في البلاد وتسهم في الارتقاء وتطوير العمل في الجمعيات والمبرات باعتبارها حافزاً ومساراً وطريقاً للتميز، داعياً في الوقت ذاته إلى العمل على تذليل العقبات في سبيل النجاح والارتقاء بالعمل الخيري، ما يعود بالنفع والفائدة على متلقي المساعدات داخل وخارج البلاد. سعدت اليوم بالمشاركة في النسخة الرابعة من جائزة العم الفاضل خالد العيسى الصالح، وهذه الجائزة اللي تتطور سنة عن سنة. يعني اليوم أنا سعيد بمشاركة الأخوة من دول مجلس التعاون. هذا الحفل وهذا الإنجاز الرائع اللي نلمسه والتطور المستمر لهذه الجائزة، ومثل ما وعدنا العم خالد بأن هذه الجائزة ستتحول للعالمية أيضا. أنا أكرر هذا دائما أن في كل المحافل أن العمل الخيري هو الوجه المشرق لدولة الكويت، وإحنا داعمين لكل المبادرات اللي من شأنها الارتقاء بالعمل الخيري. وأنا شاكر أكرر شكري للأخوة القائمين على هذه الاحتفالية، وأأمل إن شاء الله المزيد من التطور لهم في السنوات القادمة. قامت المؤسسات الخيرية الكويتية ببذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق أفضل النتائج الحالية والمستقبلية، وبما يحقق توقعات كافة المستفيدين من العمل الخيري داخل وخارج دولة الكويت، ولا زالت تعمل على إيجاد الوسائل المناسبة وتعمل على تطويرها، خاصة بما يتعلق بخدمة المستفيدين بكافة حالاتهم وأوضاعهم. وقد امتدت هذه الجهود إلى ضرورة استدامة التميز واستمراريته في ظل التحديات التي يعيشها القطاع الخيري، وربطها بالحلول الجذرية لتجاوز المشكلات التي تواجه كل عمل في مسيرته. مشاركة نما الخيرية في جائزة خالد العيسى تأتي التزاما منها اتجاه تطوير العمل الخيري والمشاركة الفعالة في جميع أنشطة اتحاد الجمعيات والمبارات الكويتية. وهذا لا شك من يعني هذه المشاركة هو نوع من التطوير المستمر للعمل الخيري. واليوم الكويت كمركز للعمل الإنساني تشارك حقيقة مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وهذا لا شك أنه يعني مصدر فخر حقيقة لدى العمل الخيري الكويتي في التزامه أمام أشقائه سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على مستوى الدول العربية.